القجع هو المديريه ديالو كيصاوبوا الحياه المغاربه كامل. واذا اللي كان شي مسؤوليه راه هو القجع ومشكاره كبيره. وسيري الرجاء ما عمرك تخيبي الوداد الرجاء بحال بحال الوداد والرجاء تحيه لهم وتحيه لنهضه بركان وتحيه لجميع النوادي المغربيه كيما كان وتحيه للمغاربه. والله جازي كل واحد كيناقش في اطار الثوابت وفي اطار القانون. اي واحد اخوتي المغاربه تلقاه كيبقى يقول لكم عرفوا وعدوا عرفوا وعدوا عدوا وسطكم مخشي. القجع على قد براسو وشكارتو تا بنادم الناس كي دافع على القجع ما عرفتش انا خويا بشار هكا داير تا الناس قالوا القجع فاسد. خا المغاربه الجمهور هذاك فاسد شنو فيها قولوا فاسد هو يقول انا ماشي فاسد والبينات على من ادعى وشو المحكمه او لا بيان حقيقه وهذا نقاش صحي. تا مالكم مال المعارض وبالكم التخويف الخميني الفتنه لعن الله من ايقادها الشيعه بوليزاريو تمول الريف راه طبنا بهذه النقاشات ديال